هلا أنتوني كيفك؟ هلا وسهلا فيك. انت هلا بوطني منقوشي، صرنا نحن فاتحين شي 10 سنين تقريبا هون، بتاكل لقمه طيبه وبتجيب شو ما بدك اغراض لبنانيه يلي معودين عليها بلبنان. اهلا وسهلا فيك انتوني. بعد ما بلشنا جود مورنينج، بعد ما قلت لكم كيفكم، بعد ما خبرتكم هذا التاني نهار وسريع كتير ببريزبن قبل ما نفل لانه الطياره هلا قبل ما تعتم، فايت عند وطني منقوشي الكتير مشهور ارنته كتير كبير وعالم لبنان تل الدنيا، وجاي تقول لهم انه عندنا منتوجات من لبنان. واز ترو ستوري، وصلوا قبلنا من لبنان. روز ووتر بريميوم كواليتي، اورنج بلوسم، الدبس اللي عم نحكي فيه صرنا جماعه عم تشوفوه وين ما كان، والغراض صارت هون على الكاونتر هون دغري على الوصلة. رح نجرب نعليه ونقزة ونخبر كل العالم عن هيدا يمكن أطيب ألز أكتر شيء ناتشرال أند أوتنتيك موارد ومزاهر فيكن تحصلوا عليها بأستراليا. صارت هون بريسبن، فيكن تشتروا منتجات لبنان. الو، مشي حداد من كوكبة ضيعة الجنوب، اهلا وسهلا فيكم بوطني منقوشي. انا بحسه هيدا بلد التاني وطني على صغير من كل العالم، اسمه وطني جامع كل العالم عنا هون. توني اهلا وسهلا فيك انتوني، انا بعيط لك توني، ونحن بنحبكم كتير وصار لي هون تقريبا 7 سنين، وهيدا it's my second home. love you، وان شاء الله تكون انبسطت باستراليا. خبزتهم حلوة، خبز طازة لبناني ريحته حلوة، ريحته كتير حلوة. اجمالا ما نبلش بمنقوشة، بس اليوم رح نبلش بفول. قد صار لي ما اكلت صحن فول، صحن فول فيكن تجوا لهون تاكلوا صحن فول او منقوشة وتحسوا حالكن عن جد ببيروت. واصل زمان 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 زمان. زيت زيتون، فول مدمس، حبة زيتون، والمنقوشة من بعدها. شو هالنار؟ بلش صح. قاري بدي اكل انا وياك. فات على المحل، طلع لبناني، بوصنا بعضنا حبيبي، وهيدا اللي عندنا منقوشة زعتر خضرة محمصة منيح، ليك لقطة على بعض نقصة بالنص، بعطيك نصة. ثانك يو. رح نعملها على لبناني كبير، خلي الكل يطلع ويشوف كيف نحن بناكل. هيك زعتر، لبنة، زيت زيتون، بدها تكون غنية عم تنقط من وين ما كان، الخضرة الطازة، منقوشة الزعتر غير شكل. هيدي ثانك يو قد ما عم بيساعدنا، عم بيوقف حدي وعم بيسندنا بالسفرة. اوف ايموشنال، سوبر جريت ستارت. عم بنقل من طاولة لطاولة تنجربهم كلهم، بنشوف مين الناس اللي بنعرفهم، كل واحد بنعطيه لقمة. صار وقت البليلة. عن جد الخبزة شفتها قديش طرية، قديش حلوة، لقطة على بعضها مظبوط. صحن حمص، بليلة، ونعنع. حامض، زيت زيتون. شوف زيتاتهم عظيمين. شوف الجبنة كيف. كل هالزبونات عم تطلع انه هيدا مين؟ شو عم بيعمل؟ We've been doing it wrong. هيك بياكلوا لبنانية؟ تنعمل مثله. انه ابنك عمره 4 سنين. يس. بيحضر كرتونز.
cartoons, Paw Patrol, شو ما بدك. And then? Then he comes to me, I'll be on the phone. بكون على التليفون بيقول لي dad, can you put no garlic, no onions? بس لأن بده يشوف لبنان. وهل طريقة كتير مهمة تيتعرف على لبنان, تيشوف لبنان, تتحضره يروح على لبنان. أكيد هاي. تما ينسى هو مين. هاي هي the only connection هلأ عنده إياها على لبنان بس. إن شاء الله قريباً يا رب هيك بنزله على لبنان وبعرفه على بيروت وعالشوف وعلى كل مناطق لبنان. بصير يقول لك خدنا على هالمنقوشة طبعاً وقالك عنينز وخدنا على هالفول والحمص طبعاً. واهي. مية المية. بعرف أنت من يعني أشخاص القليل أو بعد ما التقيت بحدا من الشوف هون. صح. في big community أو بس هيك عائلة صغيرة؟ ما في كتير. ويعني إذا في كتير بيجوا على المحل وبي يعني عارفوا على حالهم ومتعرف على بعض بس ما ببريزبن especially ما عندنا كتير كوميونيتي جاي من الشوف. هاي who's that Luke how are you say hi hi do you remember him what's his name I'm the food guy You watched your video? Stop, habibi. Kisses. Give him a big kiss. عاش الغريب. استحليت شي. طلبت خبزة. أخذت معي علبة حلاوة. رح نوقف عند الخضار نجيب موزة. طلع عبالي. ساندويش. موز. وحلاوة. دلونا على محل أصحاب لبنانية وعنده أسي أنا والأسي أصحاب وبعد ما أكلت أسي بهي الصفرة خلي عنده أهلا وسهلا فيكم بإنسان الصيبة ونعمل لكم أحلى الصيبة بالعالم مش بس بأستراليا إن شاء الله قريبا بتنزل بلبنان وتصير very popular ونشوفكم بالبترون وإن شاء الله في محل جديد الصيب البترون كمان راح يولع أنت رايح تفتح بلبنان؟ أنا رايح أفتح بلبنان كمان ما بيطلع بالكم تكلوا قد ما حلوة مش معقول قديش حلوة إلي جوا من البترون نسي قلنا اسمه إلي جرجس من البترون بعده رجع من لبنان صار له جمعة صار له كتير زمان هون ومحمص على لبنان وإجا هلأ أول شي بلشنا من الحديث فجأني قال لي إن الله راد رح نفتح هيك شي بلبنان تتخيلوا هيدي حق بس 19 دولار أسترالي مع كل شي عم بتحطوه بقلبها مع كل الغنى اللي بقلبها مع كل الفويك اللي بقلبها أرخص إذا بنحسبهم comparison بين هيدو وبين لابريكلهم بدوباي probably half the price أساي تحت بيستعملوا coconut water بيطروا الأساي اللي شايفينه ما بيستعملوا almond milk no added sugar definitely very enjoyable sweetness no sugar added فويكي all the way all the way كله fresh كله عم ينقص هلأ live ما بتشبه ولا أساي أكلتها من قبل أول شيء الأساي منه قاسي منه مجلد منه مقرقش منه متلج الفواكه كلها مستوية إلا المانجو لأنه هلأ it's not the season rich complete
ترقش تبع النوتس هون وهون وهون. فيكم تزيدوا عليها بينات بوتر، فيكم تزيدوا عليها كوكونات يوغرت كمان، لاكتوز فري، سوبر هيلثي. حضروا حالكم تلو الدنيا، طلعوا تكستشر، نايس تكستشر، فيري نايس تكستشر، كتير خفيفة مثل الكريم، مثل السوفت سيرف، ابدا ما فيها تلج، ما بتقرقش ابدا، سوفت سموث. بطل 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 بطل. اذا بدكم اسايي طيب كتير 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 عند حدا من جامعتنا اللبنانية، That's the place. That is the place. يلا باي، ما تطولوا علينا، بنشوفكم. في ناس قالت لي ما فيك توصل على بريسبن وما تلتقى بأنطوان غانم، بيسموه The Godfather of Lebanese Restaurants or of Restaurants. هون بلش من كتير زمان، فتح تقريبا بين 10 و 12 مطعم، بيناتهم اللي بقي 9. نعرف بأول مطعم لبناني ببريسبن من وقت ما اجا من ضيعته. رح تتعرفوا على شخص بعلمكم تواضع، الروي، الاحترام، الحكي الحلو. رح نقضي أكتر من ساعتين مع بعض، انترفيو ما بيتقفى. هي أنا اسمي أنطوان غانم، الأصل من فلوغة، جيت على أستراليا سنة 1978. كان في عندي هدفين، يا إما قدمت طلب على الحربية بلبنان لأعمل ضابط، وقدمت طلب لأجي على أستراليا. قلت اللي بيجي بالأول بياخده. كان بهديك الأيام هين كتير إنك تجي. بخلال شهر تقريباً أجتني الفيزا وجيت على أستراليا. لما جيت على بريسبن لهون عندي اخوالي هون اثنين، هن كفلوني وجابوني، وهن اللي على يعني عرفوني على كل بريسبن وشي من النوع. بريسبن بوقت ال 72 كانت مثل ضيعه صغيره منها كبيره كثير. اول ثلاث اشهر ما حبيتها كثير، حبيت انه ارجع على لبنان، بس بعدين قلنا لا، ما دام جينا خلينا ناسس هون. بالنسبة للعمل كان عندي كمان بفكري شغلتين، كنت حب الفاشن، يا إما نفتح محل تياب فاشن أو أكل. بعدين فكرت قلت إذا واحد بده يشتري قميص وضاع ومشكلة بأجلها، بس إذا بده يأكل بده يأكل، كان معه ما معه. بلشنا بالأكل. أول محل فتحته اسمه كافيه فيوليت، على أساس أمي كان اسمه فيوليت. وكانت يمكن من الاسم ما بعرف، بس كتر خير الله ونقطة ومشي. تاني محل فتحته اسمه أدونيس، اسم ابني، كمان مشي. بعدين فتحنا شي ليلى على اسم بنتي، بعدين فيفث إليمنت، بعدين بيبلوس، وكانوا أولادي كبروا وأخذوا هني كمان، بلشوا يكفوا معي. ويعني في يقول هلأ إنه الوضع اللي نحن فيه هني مستلمينه بالوقت الحاضر، لأنه تعلموا مزبوط شو بدهم يعملوا ومش الحال مزبوط. حبينا نفتح مطعم لبناني، مع أنه كان في عنا شيلالة كان على نسق كافيه يعني، بس أكل لبناني. وأدونيس ريستورانت كان أول مطعم لبناني هون ببريسبن، بعته لناس راحوا، بعدين رجع سكر أدونيس ريستورانت. لما كنا بشيلالة جات فكرت نفتح مطعم مرتب كمان لأدونيس ريستورانت، بسبب انه مره كنت بلبنان بقول لي ابني انه اتصلوا فينا ناس عم بيعمروا محل جديد واذا بنفتح مطعم. قلت له ايه، بس اجي من لبنان بنشوف. ورحنا شفناها، اتفقنا احنا وياهم، وصرنا ما نسمي كيف ما نسمي، هو المطعم على النهر ومي وشو من النهر. صرنا حطينا اسامي، بعدين قلنا
اوكي بيبلوس اقدم مدينة بالعالم فيها سكن متواصل وبيبلوس مشهورة يعني سو بنسميه بيبلوس هيك كان سمينا المطعم بيبلوس ما طول لحتى شهر بيبلوس وصعبت من بعد سنتين انه في ناس من ملبورن كانوا موجودين ببريزبن كانوا ببيبلوس وهودي كانوا ايجنس لمطرح بملبورن محل ما فتحنا بيبلوس اليوم عم بيحاولوا انه يعملوا مطاعم وهونيك بقى اتصلوا كمان فينا طلبوا انا اذا بنحب نزرع ملبورن بالاول ترددنا بعدين قد ما ردوا يعني رجعوا طلبوا عن جديد وتسألونا لننزل معهم لنشوف المطرح سو نزلنا وشفنا عجبنا على النهر هونيك ما بين الكازينو والكونفنشن سنتر بملبورن بس طلبوا منا شغله على شرط انه مثل ما عاملين بيبلوس ببريزبن ننقلوا نحطه بملبورن هو ذات وهيك صار وش اكيد هالشيء بيرجع للشيفيه اللي عندنا يعني بملبورن عندنا الشيف نيكولا يعني نشكره كمان كثير انه عمل هالشيء وهون لما فتحنا بيبلوس كان كمان جبناهم من لبنان الشيفيه الشيف سيد الشيف احسان هن اللي عملوا هالمطعم هذا وكل واحد بعدين راح فتح لحاله شغله مش ضروري بالمطاعم بس من بعد ما أسسوا حالهم بأستراليا فتحوا شغلهم جديد وبدل اتذكرهم واشكرهم يعني بنضل على اتصال دائما نحن وياهم وهذه قصة بيبلوس في عنا شيف اكزيكوتيف شيف هو مسؤول عن كل المطاعم وهو يلي بنقي الشيفية يلي بيجوا على المطعم لحتى يشتغلوا بأي فينيو كان يعني كان مطعم لبناني أو تشينيزي أو جابانيز أو شو ما هو حبينا نبرهن إنه مش ضروري تكون لبناني لتفتح مطعم لبناني أو مش ضروري تكون تشينيزي لتفتح مطعم تشينيزي أو ياباني لتفتح مطعم ياباني وهلو ما جرب وجدنا إنه اليوم الشيفية بأستراليا بالفعل صاروا بمستوى عالمي يعني قبل ما يعمل الإنسان شيف عم يدرس مثل عم يدرس بالجامعة لحتى يكون شيف وجدنا كمان إنه في عندهم القدرة إنه يتعلموا بسرعة ويعملوا الأكل مثل ما أنت بتعطيهم الريسبي. هلا إذا بقول لك أنا إنه بمطعم بيبلوس هون ببريزبن بالمطبخ ما في عنا ولا واحد لبناني كله أسترالي تعلموا الأكل اللبناني وعم يعملوا مضبوط شيء أكيد أول مرة بس يشوفوا الريسبي يعملوها بدقوها وأنا بدقها معهم إذا لقيتها إنه مش مضبوطة بقول لهم كيف لحتى يوصلوا لنقطة إنه هيدي هي صارت الطعمة لازم تكون والطعمة ما مش ضروري انك ترضي 100% من الشعب لانه كل انسان عنده ذوق بالاكل بس عم نعمل قد ما فينا انه يكون لأكترية خصوصا هون ببريزبن ما في كتير لبنانية قليل بالنسبة لسيدني وملبورن يعني 90-95% من زبوناتنا غير لبنانية أسترالية او اجانب يعني عم نعمل الاكل لحتى هن يحبوه من هالطعم وبالنسبة للياباني كذلك الامر بالنسبة للتشينيز كذلك الأمر للفرنساوي مزبوط كمان يعني اللي بقدر أقول لك إياه إنه بالفعل وصل المستوى الأسترالي بالنسبة للأكل لمستوى عالي جدا هلأ في نقطة هون إنه مش بس الأكل عندك الأتموسفير كتير مهم للمطاعم عندك الخدمة كمان أهم من الأكل إذا كان الواحد ما أخذ خدمة مرتبة قد ما يكون الأكل طيب ما رح ينبسط بالمطعم تبعه يعني الهوسبيتاليتي اندستري منا هينة للحقيقة ما يعني عم ترضي أنت عالم وكتير صعب إنك ترضي العالم في لك شغلة إنه إيه بتعذب بس بالوقت ذاته إذا ما عندك حب للهوسبيتاليتي ولا ممكن تنجح فيها هلا بالنسبة لكوني لبناني جيت على أستراليا كان عمري 21 سنة يعني نقلنا من سوسايتي لسوسايتي لمجتمع مغير تمام يعني في عادات كنا نعملها بلبنان هون كانت العكس إذا عملت عيب مثلاً للشعالي هلأ بدك تبرهن أنا شخصياً حبيت دايماً بعد من أول ما جيت لليوم إنه
في شيء بلبنان لازم العالم يعرفوه، في شيء بالشعب اللبناني لازم العالم يعرفوه. هلا لما فتحنا المطاعم انه اوكي اللبناني بيقدر يعمل اكل مش لبناني، وبيقدر يعطي برهن للعالم انه انا ماني تابع لهالجالية هيدي، بس قدرت اعطيتها من هالشيء هيدا. انا برايي انه اللبناني بس يطلع برات لبنان افراديا بينجح كثير كثير، مش نتف. ليش بس يطلع برات لبنان؟ لانه لبنان صغير، ما عنده القدره انه يقدر يتطور الشخص بلبنان، وخصوصا اذا ما كان في عنده مين يسنده سياسيا او غير سياسيا. هذا للاسف يعني عم نحكيه بلبنان، يعني بيطلع الواحد بتشوفه طالع افراديا من لبنان، يمكن بلبنان ما هو شيء. انا بحكي عن نفسي، انا بلبنان يمكن ما كنت شيء، كنت عدد لا اكثر ولا اقل، بس لما جيت لهون هالمجال الواسع هيدا قدرت عملت فيه، بس على شرط انه انا اكون بدي انه اعمل، لانه في ناس للاسف قليل جدا جدا يعني اجوا ضلوا مثل ما هن ما عملوا شيء. بس اللبناني اذا اعطيته المجال بحلق 100%. يعني انا يمكن 0.5% من النجاحات اللي غيري عملها واللي احسن مني بكتير، بس هذا موجود. اوكي بالنسبه للمطاعم، فتحنا اول مطعم لبناني كان اسمه أدونيس ريستورانت، قلت لك وجانا شليلة كافيه، بعدين فتحنا بيبلوس، من بعد بيبلوس قبل بيبلوس فتحنا فيفث إليمنت كان ستيك اند سي فود كمان، وين كان في سكشن مليون كيلو وين. بس جانا من بعد بيبلوس فتحنا بلاك بيرد سي فود ستيك، بعد بلاك بيرد فتحنا دوناشينغ اللي هو شاينيز، بعد دوناشينغ بوم بوم روم كان نايت كلاب الأول. لمن اجى كوفيد ما عاد العالم تطلع، نقلني من نايت كلاب لمطعم ياباني جابانيز ريستورانت، وماشي حلو كتير منيح. من بعد بوم بوم فتحنا بيزو يلي هو مطعم فرنساوي، من بعد منا ايريس يلي هو بار اند ريستورانت سبانيش ريستورانت. بعد شي 4-5 شهور اذا الله راد رح جاي مطعم جديد كمان بعد منا انا الاسم له، بس رح يكون تاي اند فيتناميز ان ساوث ايست ايجن اكل. بملبون عندنا بيبلوس كمان، وعندنا لبونتون. لبونتون هو اوتيل بس الاكل فيه على نوع نيو اورلينز بامريكا، يعني امريكاني من هالنوع هيدا. وهودي المطاعم كنت حابك اخذك على بيبلوس اليوم، بس بيبلوس مسكر التنين، ما بنفتحه التنين، بلكي غير مره، بس اليوم بنروح نتغدى ب بلاك بيرد. السنة الماضية دونالد شانك أخذ أحسن مطعم تشاينيز ببريسبن، يعني واحد لبناني عنده مطعم تشاينيزي أخذ أحسن جائزة بالأكل التشاينيزي، هيدا اللبناني. جايين هلأ على بارك بقلب المدينة ببريسبن مبيل الكاتيدرال دغري، لحتى نشوف تمثال المغترب. تمثال المغترب حطته الجامعة اللبنانية السقفية بالعالم ببريسبن سنة 2010 بحضور الوزيرين فادي عبود وسليم وردي، وقتها دعيناهم لحتى يجوا، ورئيس بلدية بريسبن يلي هو قدم الأرض لحتى نحط التمثال المغترب اللبناني عليها. والتمثال المغترب هون هلا بنطلع ونشوفه دلوقتي. التمثال المشهور لبرم العالم في منه بالمكسيك،
ببيروت على البور، هون ببريسبن، نعمل بالمكسيك ونجيب لهون. في منه اكيد غير محلات، صورت كمان التمثال بملبورن، وان شاء الله بيصير بكل الساحات بكل المدن وين ما كان بالعالم، تذكرنا فينا، تذكرنا انه لازم نتحد، تذكرنا انه نحن تركنا من هالبلد صغير اسمه لبنان وبرمنا العالم كله سوا، بس بيبقى القلب بالاساس وكلنا سوا لازم نشتغل كرمال الاساس. يلا بضلك بصحتك، نحن بلبنان ما تعطى الهم، عم نحمي لك الارض وانت هون عم بتبدع. شو البساط عندهم المكتب، شو هالمكتب الصغير المتواضع الحلو اللذيذ. وفيني خبركن انه عندهم اووردز كتير وبيديروا هول مطاعم الكتير معروفين، اذا حدا ساكن هون اكيد بيعرفون، اذا حدا ساكن هون اكيد سامع بأنطوان غانم. من بعد ما برمنا بالمكتب، من بعد ما وصلنا هلأ على التمثال المغترب لبنان اللي بده يضل رافع اسم لبنان عالي بكل بلدان العالم، صار وقت نتغدى معه بواحد من هالمطاعم بيبلوس. كل الناس بتحكي عن بيبلوس، تعرفنا عن واحد من الشفية اللي كان ببيبلوس بالفيديو اللي قبله. بيبلوس واحدة من الأسباب رح تخليني أني أرجع على بريسبن الله راد قريبا تنرجع نجرب هذا المطعم العظيم. مينوايل رح ناكل بواحد تاني من المطاعم. شو هالطقس الحلو، برجع بذكركن بريسبن الحلو كتير، طقس شتوي مش لابسين شي، بنهار رائع بالليل بيبرد شوي، شمسات توب، رطوبة أبدا، بتحسوا حالكم على البحر كل الوقت، الخضار بيلحقكم من هون ومن هون ومن هون ومن هون، كتير حلوة. من مين حسيت حالي بنيس، من مين حسيت حالي بيفرلي هيلز، فعلا unexpected لكتير ناس وأنا بيناتهم. قولوا لي أستراليا، بقلكن ملبورن وسيدني، هالقد نحنا بنعرف، هالقد وصلنا، بس أستراليا أكتر بكتير من هيك. مزبوط بلد كتير كبير، قارة ما فيها كتير ناس، تقريبا حديث 30 مليون بس، بس في مدن أكتر من سيدني وأكتر من ملبورن. بيناتهم كوينزلاند، وبعد ما عملنا الجولد كوست، أوهوهو كم مرة بدي إجي بعد، ما حدا بيعرف. بالنسبة لنا بالـ Hospitality Industry فينا ندعم لبنان بـ باستعمال الضاعة اللبنانية اللي فيها تتصدر من لبنان لأستراليا، كان بالمبيد أو بالمأكولات أو بأي شغلة تانية. هلا المأكولات هالشيء أكيد عم نجيبهم من عند واحد اسمه هاكولا بسيدني، عنده محل كبير عم نجيب من عنده كل الضاعة اللبنانية. بالنسبة للمبيد كمان في عندهم مبيد وفي غير ناس كمان عندهم مبيد. أنا برأيي واللي بحبه أنا شخصياً يعني إنه سوق المبيد اللبناني هون بأستراليا. المبيد اللبناني طيب، المبيد اللبناني قديم جداً، يعني إذا ما نرجع للتاريخ بتشوف إنه الفينيقيين كانوا يصدروا مبيد للمساروي ولأوروبا ولكل هالمناطق هذه. يب هذه طريقة كتير منيحة إنه نقدر نسوي. بالنسبة لنا بحكي بالنسبة لي أنا إنه نسوي المبيد اللبناني بأستراليا، وهذا اللي عم نعمله بالوقت الحاضر. Thank you.
حتى اطلع من الصدمه شوي. فكرت مطعم زغطور مهضوم طلع فيه فانكشن روم مع فيو على البريدج، تقريبا بتساعد 250 شخص قاعد مع برايفت كيتشن بار، هون بيصير فيه اعراس حفلات، والمطعم بالطابق الفوقاني. المطعم كمان بيساعد 200 شخص، مقسم على 2 برايفت رومز، عندكم دراي ايجينج، المطبخ مفتوح كتير حلو، الطاوله اللي مثل طاوله السفره المعليه شو على المحل، البرايفت كاوتشز او الانديفيديوال تيبلز. قصة كبيرة. عم تتخيلوا هون بالليل شو بيصير؟ كمية العالم، العجقة، الناس اللي فوق بعضها، فيو على النهر، الجسر ورانا، البنايات حوالينا، والناس اللي عم تشرب الموسيقى الحلوة والأجواء الحلوة. هيدي البار. نحن اليوم بالمطعم. بلشت حس بجوع خفيف. Unexpected. خلينا نبلش بـ Unexpected. خلينا نبلش خبركم أنه جاي أكل لحمة and then comes fine dining quality. من السامن، من الباتي، من البرزنتيشن، من الفوطة، من التيبل سيت، من نوعية الكبيات، من طريقة البيض، من الديكانتينج، من الخبزة. This is one of the finest ever bread I've ever had. Super moist, super tender. بعدين الأويستر جايين لايف فريش من تازمانيا، ساشيمي ثينلي سلايسد سوبر تندر، فات قد ما بدكم بقلبها، قاعدة السمكة مش عم تهز، ممكن يسمعوها موسيقى، every single detail, every single attention, way more, much much more than a meat place. وبعدنا بالأول and then توصل اللحمة، مش معقول، super good quality, very tender for filming purposes. بس كرمال فرجيكن، مش ما بيكل بإيدي جبانه، بس تفرجيكن for experimenting purposes. طلعوا قديش طرية، طلعوا قدي ما بدها سكين، قدي juicy medium، مش بقى أبدا مي حمرة أو دم، فاتي فول اوف فليفر. يلا بعد في ساعتين وبصير وقت الطياره ونز نرجع على المطار. مزبوط بريزنر، ما اعطيناها وقت كفايه وكان نهار واحد بس، بس وعدناه رح نرجع وفي مشاريع تانية. بسطت كتير، تعرفت على انطوان، بسطت على عنده 420 موظف، بتعرفوا فتخيلوا قديش في شغل، قديش في تعب، قديش في انسبيريشن. وتغدينا سوا وقعدنا تقريبا ساعتين، حكينا كتير، تعلمت كتير، ضحكنا كتير، وشربنا قنين تنبيد. واو 4.4 على فيفينو. يلا نحن رح نكفي، بعد في كتير ناس لازم نلتقى فيهم، قد ما بنقدر قد ما رح نلحق تشيك اوت من الاوتيل على السريع، وبنركض على المطار تما نقف الطياره، لانه رح يكفي، رح تكفي الحلقه بسيدني. بعد في وقفه بسيدني، يس مش رح ندغري على التخت.
من مطعم فاين دايننج ستايل لحمة توب. نقلنا من تاني ميل من البريدج، كمان عم نرجع نشوفه هون على روف توب. شو هالهوايات الغير شكل، ما بدها غير بول كيس وعروات تشميسة يس. هون عنا روف توب، تحت في بيزو بيزو مطعم فرنساوي، موسيقى كتير حلوة عم تلحقنا من محل لمحل، حتى بالمكتب اكتشفناها. الكراسي كتير حلوين، الديكور كتير حلو. It's all done right. Classy, upscale, for a different clientele. يعني بالآخر في 40 سنة خبرة. صح. جون مبارك لحود بعيه صار وحبشي امي. I'm from Dayal Ahmar in the Bekaa Valley. And what else would you describe? We are Gerard's Bistro is my restaurant. And I one day will open a Gerard's Bistro in Dayal Ahmar for sure. Gerard's Bistro is 11 years old. It started, we've been doing hospitality for nearly 20 years, me and my brother Ili Khaye and my sister Katie, and Gerard's Bistro was the first restaurant, fine dining restaurant we did. It was leaning more to be a French restaurant, but we pivoted to a more Lebanese restaurant to take from who we are and where we're from. The name Gerard's comes from, I came from France and I felt like it needed a name, a French name. So we just came up with Gerard's after a few drinks and arats. We just created the word Gerard. So there's not really a very comprehensive, compelling story for it, but it's become an iconic place in Brisbane, Queensland, Australia. And now we've been here 11 years, last month. And in 2 weeks, we're gonna renovate the whole place. For 2 months, we'll be shut and it'll be a completely new place. And the inspiration will be from where, will come from where we are. It will be from my heritage, which is Lebanese, and specifically from the Daya, more so than anything else. It's a Levant, the Levant exploration of food, architecture, everything. So, and I'm very excited. Oh man, okay, this is hard. Ekel Horn, it's El Ekel Horn. The Ekel here is. I'm out of the. How do you say progressive Lebanese food in Arabic? Okay, it's Ekel Lubnani Mutaddim. Any progressive Lebanese food. The philosophy that we use here is we support local farmers. We try not to import too much product, so we try and keep a focus on local small crop farmers. كأنهم يعني مثل عمومتي وابن عمي or these people from the Daya. Our restaurant has been an award-winning restaurant. We've always reached heights as being one of the refined top restaurants in the country, in the state, and we've won numerous awards. We've had two amazing chefs, Ben Williamson, who traveled with me to Lebanon once, and Adam Wolfers, who no longer is with us, and now we're recruiting a new chef for the new iteration of Gerard's Bistro. To elaborate more on what we do, we're progressive Lebanese. We call it modern food with Middle Eastern accents. So we do travel a little bit throughout the Middle East, not just Lebanon. We go to, North Africa, Yemen, Iran, Iraq, Lebanon, of course, Egypt. But the new iteration is really going to hone in on Lebanon and where we're from. It will take inspiration from what I grew up, what I love to eat, what I still love to this day since I was a child to eat, which is Lebanon khobaz. Fresh khobaz, khobaz saj, that's what I love. This is the flavor I want everyone to taste.
because this is, I don't know how to explain it. It's just my mother's food. I need to try and bring that to the plate. We also, with what we do, we want to try and we take so much from my influence, which is from the Da'a, because most of the time I spend in Lebanon is in the Da'a. It's not in Beirut, although I do like Beirut and I like having a good time there. But in the Da'a, you know, you see the ceramics, the old school ceramics, the beautiful old handmade walls, all this stuff which is made by people who own it, who dig it up from the ground and build it. This is what we're really going to do here. This is the key to everything we'll do in the second iteration. So stay tuned in 3 months. I just want to go back to Jed this bait. The rocks, the mud bricks, how they put it all together, have the Anzes around you, have the you know, the vineyard, you know, you get the Jebne from the Anze, you milk the Anze, you get the Jebne, it's fresh. This is the kind of restaurant I would have in the Da'a. The, you know, your Amte will do the bread, she rolls it, the sarge in the ground, you know, cook it. Maybe every 3 or 4 days, depending how busy you would be, you'd edbah anze, and you'll share it for everyone to eat, you know, and this is, and it's just fresh. It's the women of our mothers that will cook. This is the gift. This is the biggest gift that we can get for us as people, is our mother's food. This is what keeps us alive. This is what keeps us going. Not that I lived through the war, but this is what kept men strong and sane during the war, during that whole time, the ups and downs that Lebanon has gone through. It's our mothers that made us actually quite normal. Otherwise, we're not really normal people. I was born here. I was born in Melbourne, grew up in Brisbane. I'm attached to Lebanon because the love of my, it's the love of my family, the love of my mother and father, and respect. I love, not only that, I love Lebanon. I love Lebanon and I love the culture, which we're losing, mind you, but I love our culture so much. And it's a shame that we're losing it. We're coming homogenized as a society, as a culture. I wish we could go back to wearing shirwels, the boots, the kafiyas. This is the Lebanon. You know, I remember when I went there when I was 9 years old, I remember my grandfather, and he would wear the shirwel and the kafiya, and he walked down the street. And, you know, you have the 90-year-old man, he's still smoking the argili and drinking the ara at the end of the day after he's, you know, he's... whatever the field. It's all a state of mind. This is the purity of what we are. They live that long because it's the pureness of their souls, the pureness of the food they eat. They grow it. They process it themselves. Not like today. That's why there's so much cancer and bullshit kind of diseases all over the world. This is what I love about Lebanon, the pure culture of Lebanese, not the French, Francais, or English bullshit culture. The Lebanese culture is the best. بهالشقفة ما في أكل، ما رح نلحق، بيفتحوا بس عشية، مثل ما شايفين بعض المحل عم يتحضر، بس كان كتير مهم اتعرف على جرار أو أعرفكم على جرار، على مطعم جرار، فأكوردنجلي بالسفرة اللي بعدها، سربرايز كومينج سون، بنجرب أكلته وبنشوف الأكل اللي حكى عنه، تعلمت بهالثلاث دقايق. Attachment to the roots بشكل مش معقول. خلقان هون، ربيان هون، بيشتغل مع الأجانب أكثر من اللبنانية. And yet بعده جاي من دير الأحمر. بهاللحظات خليني كمان قبل ما أقول لك باي. الناس كلها بتحكي عنك هون إنه أنت مش باي بس لخمس أولاد، بس أنت باي لكتير عالم. You're inspiration لكتير ناس. كتير ناس تعلمت منك وكفت. كتير بحترم أنك بتقول هو اللي كانوا عندي شف كذا شف كذا شف كذا. ونحن حدهم تيفتحوا تيكبروا. بعتقد انت شيء كثير مهم لبريزبن، فسعت قالوا عنك ذا جود فادر. انا اصغر واحد they meant it meet the godfather of restoration اكل مطاعم and supporting the Lebanese community ان كان هون وان كان بلبنان. Very honored and proud. Thank you very much to meet you too. بعد ما تحلينا صار وقت التحلية. وراي اوتيل كثير كبير كثير حلو هاي اند اسمه ذا كاليلي. خليل معلوف من زحلة، ما تعرفنا عليه، بس كمان بس أخبركم أنه في لبنانية وين ما كان. من يومين بالحلقة اللي قبلها هيلانيكا أول طابق الترويقة على البول بهيدا الأوتيل، فرح نوقف بالكافيه مع الشباب
هيك اخر تحليه قبل ما نقلع، كم ساعه بعد شو على المطار؟ ركض ماكسيموم ساعه ونص، وممنوع نقف الطياره. ديكالي ليه؟ شو حلو الاسم. من وقت ما بلشت السفرة أهم شغلة كلمتين قالون ديفيد دايماً هي trust me mate، trust me، ما تعطى الهم، trust me. الطيارة ساعة 5، ساعة 4 بعدنا بالسيتي، بعد ما عملت check out من الأوتيل، trust me. فالعشا وين؟ maybe we can make it on time. بخط الدوليب تأخر الكابتن، maybe. All three of us need to focus on what to do next. Three of us can do this together. بعدني فرد شقفة، الحمد لله بعدني فرد شقفة. تلت ساعة بتطلع الطيارة، منلحق أو ما منلحق ما بعرف. موزة على الطريق ما لحقنا نشتري، الخبزة عضمت لأنه كان بكيس ورق، بس الحلاوة بعد ما رح أكلها على الطيارة. يلا ردينا السيارة and run. أنا مش باقي هون، عندي أكل حمص ب سيدني. exit go continue level travel. يلا يا شباب، يلا يا شباب، رح نقفل عشا بسيدني. 15 minutes to go. Can we do it? Yes or not? Yes or not? Yes or not? ربع ساعة يعني من هون للدوميستيك، للتشيك إن، للبوردينج باس، لركض الطيارة، 15 minutes. Cancelled? You're effing joking. ركضنا على الفاضي، لكن الطيارة تبع الساعة 5 طيارتنا التغت على زيت الشركة. الطيارة اللي بعدها الساعة 8:45، ما بعرف بيقولنا محل إلنا وإلهم. في طيارة قبلها على ريكس على 7:30 قبل بساعة. كوانتاس اليوم مفرس. لا رجعين ليلى أكيد. كيف؟ هلا بخبركم بعد شوي. بتعرف شو مروح من هون على ملبورن، من ملبورن على سيدني. Let's drive to the Gold Coast. Yes. And get the last flight out of there. Let's ask booking.com or Expedia. Let's do that. Gold Coast, probably. خلينا نشوف الكاونتر شو بخبرنا. وين بدك تروح؟ I'm thinking Gold Coast. Gold Coast؟ طيب اوكي، فينا نتأكد إنه في مطار بGold Coast؟ Yes, 100% international airport. فينا نتأكد إذا في فلايت على سيدني من Gold Coast؟ About 7 a day, 8 a day. يلا. 1 hour 19 minutes drive. Instead of waiting at the airport, we'll instead of waiting 2 hours here, we'll drive to the Gold Coast. Sydney flight. Yeah. If you are able to go onto the Jetstar website, click manage my booking, you can move yourself onto the Qantas recovery flights that we have. The flights that come up as options for you are the exact same options that we have. 6 a.m. we leave the Gold Coast. We actually make it to Sydney and actually do the Harbour Bridge climb. Onto our Qantas recovery flight. Anthony, مش أنا. عم بجرب يلاقي ريكوفري فلايت اللي ما عم نقدر نفوت على الويب سايت لانه بعتقد كل الطيارة عم تفوت مع بعضها. هل فينا نفل هلا او لا؟ اي دونت. ديفيد ركب المشروع،
ساعة ونص على الجولد كوست. عنا مطاعم لبنانية هنيك، بنسهر للساعة 12 بننام شوي، الساعة 6 الصبح في مطار من هنيك مطلع فيه. anyway تيكون اتفقوا سوا I don't mind. أنا جعت، and it's good popcorn. Cobs good quality، مش معضه مش ملزق مش قاسي، وبتسند الجوع. good stuff. نهاية تكون قرروا شو رح نعمل وتعرفوا وين رح نوصل، كون انا عبيت وقتي. بس it seems كل العالم لقت حل لانه كلهم اختفوا من وراي وراحت العجقه الا نحن. decision to you. Yeah, I'm not waiting at the airport for that. We can go to dinner. Danny Chen, then come back. I'd rather do something more adventurous. Is this someone you trust? Gold Coast? Gold Coast for a drive. Popcorn? Popcorn for the road. If we take that flight, all right, we take that flight, we're not back in our beds till 11 o'clock, right? Yep. We might as well sleep in a bed here. Get up at 4:30 a.m., see the sunrise in Gold Coast, and be at the bridge climb by 8:30. أنا ما كنت عملت هيك درب جنون ولا أنت كمان. Do we take the deal or not؟ دكتور ومحامي. We take the deal. We take the deal. يلا take the deal. So اللي راح يصير إنه التغت الطيارة whatever، طالما نحن هون أخذنا القرار إنه نسوق على جولد كوست. هلا كل التفاصيل تفتح بوجنا، نلاقي سيارة كل التفاصيل ونحجز الطيارة تبع بكرة. بعد ما حجزنا طيارة بكرة، هل في محل على طيارة بكرة؟ Nobody knows. متكلين على ديفيد وجنونه. Let's do it. Let's do it. في محل على طيارة بكرة؟ We drive. Otherwise we drive. Okay, I got a deal. If we don't find the flight, we will drive back to Sydney. So as long as we leave by midnight tonight, we'll be there by 8 in the morning. هو مفكر حاله السيارة بتسوق الواحد، عرفت كيف؟ انه رح يقدر يكون واعت 20 ساعة بلا ماي. Anyway, I trust you. I trusted you for the last 10 days. I'm not gonna change. All the way. Every night. القصة ما فيها انه السيارة اللي رديناها هلا فينا نرجع ناخذها، وعرضوها علينا عند هيرتز. بس ديفيد عباله يغير شوي فنقلنا عند ايفيس. انتوني راح عند بادجت تنشوف شي سيارة، ما بعرف شو ديفيد في براسه. انا خلصت البوب كورن. واتس نيكست؟ نقى السيارة وفش خلقه. قربنا على الترومبا. فوتة حمام. دايت كوك، probably a small bite فيلي أو فيش أو تشيزبرجر for the road. رح ضلني أذكركم أنا بعد ما حجز طيارة بكرة الصبح، رح أذكر حالي أنه it's not guarantee أنه نحن ظاهرين فلين من هون، بس for the record. مش عم بعمل له دعاية لماكدونالدز ما أنه عايز، بس تريبل تشيزبرجر ثلاثة جبنة، طلعوا ملالمة على اللحمة، خبزتها طازة. سوبر جود كواليتي. أنا بطلقت من المكان. سوبر جود كواليتي. ما بتذكر ولا محل بالعالم هالقد اللحمة كانت جوسي. بيحكوا عن اللحمة الأسترالية ولا بتبلش هون. عم تقدروا تشوفوا اللمعة، عم تقدروا تشوفوا quality of ingredients. delicious. crispy. crunchy. fresh. salty. مش شربانين زيت من جوا كتير. معبيين مش فاضيين. مش معلكين. مش معجنين. super good quality McDonald's. حتى احسن من اللي اكلتها بامريكا. يا يا مبسوط فيها انا وانا معودين. great stop great stop. عجد هيك جانا cheating moment.
First stop, منظر من فوق. وبعدين نشوف الفيديو. الجولد كوست هي تقريبا ساعة من بريسبن، هي محل سياحي كتير مهم، محل ما كل حدا قالنا اوعى ما تروح على الجولد كوست، مطاعم، اوتيلات، بحر رائع، بيجي الصبح من كل بلدان العالم، في بناية طوال، في اطول بناية سكنية بالعالم، منظر اكيد بالنهار احلى من يلي شفتوه هلا. I know it's not exciting بس وصلنا مأخر، وصلنا على عتمة وبعدهم فاتحين، ما كنت منتظر، فرح فرجانيكم شوي تتخيلوا بنيات من هون بنيات من هون، مضويين من هون من هون. نحن جايين بالشتوية مشان هيك الطرقات تحت فاضيين، رح نفتش شو في اشياء في يعني كلها، وما نضيع كتير وقت لأنه ماكسيموم لازم ننام 12، طالما رح نوعى 4 لقينا طيارة على الساعة 6 وحجزناها مبدئيا. هلأ في أي أوتيل بدنا ننام فيه هالثلاث أربع ساعات. It's gonna be exciting anyway. غير شكل دقتها بالسفرة اللي قبلها وحبيتها كتير، قلت برجع مدوع عن جديد. هذا مسيرة هيدا هيدا خدتهم صور بيخ في كبابي من قبل عشر. كيف بيقولوا it's one of those، يعني هول اللي اوف يلي تبعته. نحن عم شيلها عم قديه تكستشر حلوة، وهيدي صور بيه يعني ما في حليب، ان كان الليمون طلعوا صور بيه بس منا ايسي، ما عم تفرط او
شو اخذ باشن فروت؟ لا بلود اورنج، بلود اورنج. بالسفره اللي قبلها دقتها، بالسفره اللي قبلها دقتها متذكرها to be one of the best. بملبورن او بسيدني في سنطره بالصف اجمالا كانوا ننطر 6 7 10 اشخاص قدامكم. هون الحمد لله ناتوريستيك سيزون، اميزنج شوكليت، اميزنج ليمون، اميزنج بلود اورنج، خفيفه نظيفه لايت، منا دلعه منا كريمي، بتهضم بتحسوا بالطعمه سوبر ناتشرال. ذير ديفينتلي ون اوف ذا بيست، ديفينتلي ون اوف ذا بيست. اه اند ذير انجويبل. الفليفرز اللي عندهم اياهم كثير حلوين، اختراعات جديده، نوت بورينج، لذيذه. بس ما كان عبالي شيء كريمي. عم نحضر حالنا لانه لفت لي نظري بعتقد في شيء لبناني هونيك. لنترك محل العشاء. هول ألعاب on another level. في شي 3000 متر مربع جوا وألعاب ألعاب ألعاب ألوان ألوان ألوان. شو رأيك؟ شي صحن حمص غير شكل، شوية بطاطا، سمبوسك، أو لك منلاقي بالجولد كوست؟ هاي أنتوني، أنا مايكل وأنا من الأردن، صلي 10 سنين بأستراليا وصرنا هون بالجولد كوست شي 6 سنين، صرنا فتحين المحل شي 3 سنين، مطعم لجوردانيا وهو المطعم العربي الوحيد بالجولد كوست والمطعم الوحيد برضو اللي بيقدم أكل حلال وبيخدم كتير فئات من الكوميونتي والمجتمع بالجولد كوست والكل بيجي علينا من سيدني وملبورن وسياح بيجي من كل مكان بقصدوا وجهة المطعم لأنه هو المطعم العربي الوحيد اللي بلاقوا راحتهم وبلاقوا التراديشن زي ما هن متعودين انه مطعم اكل عربي وفن واراجيل وميوزيك ودبكات وسهرات وشغلات حلوه. معكم شيف طلال من سوريا، الليله بدنا نحضر الاكل اللبناني المميز اللي هو عباره عن حمص، تبوله، الفتوش، وراح نعمل منسف اوزي وراح نعمل مشاوي اللبنانيه المشهورين فيها كثير. بدك تلعب طاولة زهر عنا، بدك تلعب شدة عنا، بدك تأرجل كمان، في عنا أحلى أرجيلة وأحسن أرجيلة بالجولد كوست، وأكيد لقمتنا كتير طيبة وكتير راح تنبسط فيها. تعالوا خلينا نفرجيكم الأكل. جيت طلبت حمص مثل ما قلت لكم، وطلبت لبنه، وطلبت سمبوسك كريفينج، اجوا سمبوسكيت، في هول القصص اللي دائما بحبهم. واز اجا جات الرز، واز اجا جات الرز يلي صار لي كثير كثير زمان ما اكلت هذا الشيء باستراليا ولا مره. هلا سخن كثير من تحت، فشو رح نعمل؟ رح اخذ صحن مش استعمله تنسكب فيه، رح حطه تحت لما احترق، رح نشتغل على الطريقه العربيه التقليديه. انا كل واحد بياخذ ميلته فما في مشكله. أوزي رز مفلفل، طلع لو فيكن تتخيلوا الريحة بالمحل، مش معقول. الرز
شقف اللحمه. اوه ماي جود مس شيف شو بطل. اوه ماي جود شو قوي. تخيلوا اللحمه الاستراليه القويه اللي كلها فات. رزيت توب بهارات انتنس، لحمه بتسطل، قرشه اللوزه عظيمه. لازم فرجيكم طاولة كلها سوا ودوقها كلها سوا. بس هاي وين؟ على الجولد كوست؟ باستراليا؟ اوف. هاي معمولة بخبزة مقلية هيك. شكل. فيري سبيشال. عن جد لوفون كله سوا جيبوا لهون. شبيبي نص اصحابهم بلبنان، هلا دقينا مع بارتنر يحوي من صيدا يحوي بريسبن. الشباب من الأردن، من فلسطين، شوي من لبنان، من سوريا، جمعوا كل البلاد العربية، كل اللوفان، كل منطقتنا إيسترن ميديترينيان خلينا نسميها، وحطوهم كلهم قلب المحل، وكل واحد جيب نفسه شوي. في عندكم طبخات الماما وطبخات التيتا والتربية الشيف. يا حنا واقفين، حنا 1 2 3 في واحد ناقص حكيناه هلا فيس تايم. تمام قعدوا. اوه في بطاطا كمان، حمص. كنت منتظر كل شيء لهيك. جاي على الجولد كوست مثل ما خبرتكم قبل شوي، انه عتمه شتويه، المطاعم كلهم شفناهم فاست فود، وكل الكباب في شي 10. unexpected اني اوصل وشوف سمبوسك هالقد مشغوله، صح مبرومه برم على الاطراف وشفتوه. طلعوا قد شرقيقه، قد جوسي عجينتها، التوب كريسبي فليكي بسكتي، لحمة روعة، كاراميلايزد اونيونز من جوا، لايت سويتنس، حمصاته مظبوطين، كريمي وبلا توم. حمص طحينة، الحمص المظبوط unexpected. سمبوسك جبنة، برافو شيف، عن جد برافو شيف. نفس، فكر، دقية، تفاصيل، من أطيب الأشياء اللي أكلتها آخر يومين، لأنه مشغولة بفن. صدقني 750 جرام شيبس نحن بنشتريهم بخمسة دولار، هاي كواليتي، كل موادنا عالية الجودة، ما بنشتغل بأي مواد رخيصة، كله من المواد الممتازة. حمصاتك روعة 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 حبيبي، روعة. هيدا بيعكس نفس الشرقي، نفس بلادنا، نفس اللبناني، السوري، الميدل ايست، الدول العربية تنوسع ثقافتنا نحن. حسيت حالي على البردوني، تبولي وبرزنتيشن ما فيها وجع راس. علمناه الأجنبي ياكل تبولي دغري، قلنا له خذها مثل ما هي وحسها دغري، حطها بتمك لقمة لقمة. بس الأهم يلي بيسموه تشيبس هون، انتبهتوا؟ ما حدا بسميهم فرايز. نقوا الكبار المرتبين، ليش بني كلهم مع صوص تارتار او كاتشب او يلي هني، بني كلهم مع حمص. جيبوا اصحابكم علمون كيف بياكلوا بطاطا مزبوطة. صحن حمص، صحن بطاطا، وبتحس كل مشاعرك عم تتحرك. في ابطال بالمطبخ. نرجع الرزيت، يا مش عشبع بشي، نرجع على الاساس. جايبين البهارات المضبوطة، هلا من وين جايبينهم ما بعرف، بس مدبرين حالهم بالشنطة، في سبلاير هيك هيك. مهم طعمة البيت، طعمة بلادنا بالجولد كوست. Thank you.
مواهبهم مخبية، مش بس طلع أكلهم طيب والسمبوسكيت والرز، طلع بالآخر كل الستاف كل التيم بيدق ساعة حدا عنده عيد. يعني الشيف كان عم بيدق، المانجر كان عم بيدق، الأونر كان عم بيدق، الكل كان عم بيدق. مين فرقة موسيقية ولا غير شكل، وكل الناس اللي حوالينا والبنايات اللي حوالينا سمعوا الطبل اللبناني العربي و... بالقلب فاتت. Great stop, unexpected. عن جد يعني أنا مفكر حالي جاي أكل برجرز الليلة. أكلنا، انبسطنا، جمعتهم حلوة، قعدتهم حلوة، تعرفنا على ناس طيبين جديد، أخذنا أرقام بعضنا ورح نرجع نلتقى بالسفرة اللي بعدها لأنه بتستاهل هالمنطقة أكتر بكتير. منا بس سياحية، فيها عرب وصار لهم 30 33 35 سنة، وبرجع بأكل عندهم حمص ومنسف وسمبوسك وبطاطا أكيد.